السلام عليكم شباب الصبايا، جيناكم بفيديو جديد حورجيكم الايميل تبعي على البوبجي. المحتوى اللي موجود عندي الغراض ام فور كار اوسكار كل شي موجود عندي. راح اورجيكم يا نشوف اللبس. طبعا انا بلعب، انا كنت عم بلعب باول ما نزل بوبجي، يعني قبل الموسم الاول. شخصية كارلوس، يعني هذا سيزن كان حلو كتير. عندي ثلاث طقمات أسطورية، هاد يعني كنت بلعب هذا تبع الموسم الأول، يعني مثل ما انتو شايفين كتير تياب حلوين. انا بحبه هاي بس على البنات بكون احلى بتجي. طبعا الشخصية كارلوس عندي مستوى 9، عندي تياب يعني حلو كتير. هذا لابسه بغير الشخصية. انا اكتر شي بحب هذا الطقم مع اكتر شي، هدول اثنين انا دائما بلعب فيهم، هدول فعلا حلوين كتير. هل تبع موسم 11 تبع موسم 13 طبعا معه خوذة هلا بنلبسها. شوفوا يور يوم انا بوبجيا لعبه من بوبجي بزماني ما يكون موجي كوباني دانكم شوراب كم تشيترا افيو لعبه من بوبجي افيو جي جلي خوي ندار كد جلي هون جمرو، يعني از بري موسمو يا كذا دري زما بيني كونت بينان. شخصية كارلوس جا من هاي سلاح يخش بجا معنا، شخصية خوشة يعني. هذا الطاقم كمان حلو بس ما بحبه كتير. على الفكرة أنا في عندي تياب أول مرة أشوفهم، هذا كمان حلو على شخصية كارلوس. هذا كمان حلو كتير، هذا كمان حلو شوي. لا هذا ما بحبه كتير، بحب هذا كمان فيه هيك حركات. وطبعا هذا بينلبس واو، عن جد أول مرة أشوف هذا الطاقم عندي. يعني شيء قريب. هلا نروح على الطاقيات مثل ما بنشوفوا. هذا لابسه بشخصية تانية كمان، ظل عندي هدول قطعتين بس ستوري. هاي طبعا الو الطاقم هذا، يعني ايميل رائع جدا. انا عندي ايميلين، الايميل التاني فيه ام فور تلجي، هذا ما حصلت عليه قديش حولت ما قدرت احصل عليه. مثل ما شايفين عندي شغلات كثير حلوة في هذا الايميل. قريب جدا قريب جدا جدا راح يعني انا بحاول، ما بعرف بدي استشيركم شوف نلعب على الكمبيوتر ولا نلعب على ايباد. انا محتال بين اثنين،
محتار كتير يعني. أنا عندي أيباد كمان عم بجهز غرفة مشان الكمبيوتر، فأنا ما بعرف أنتو شو تنصحوني، ما بعرف عن جد نظارات. طبعا هذا قناع لهذا الطقم، شوف فيديو فيلو سيف كمان ورجيكم كتير. هذا ستوري عندي اثنين، هدول انا ما بلبسهم طاول، انا ما بحب البس هيك شي. يعني شوف في شغلات حلوة فيه بس انا ما بحب البسها، شغل هندسات. هدول كمان ما بحب البسهم طاول، هدول كمان ما بلبسهم طاول اذا ما يكون عندي طقم. مش على الخوذ، خوذ عندي شي روعة. كم خوذ عندي انا ما بعرف، لسه ما عديتهم. 3 6 9 12 15 خوذة عندي. شناتي عندي كمان كتير حلوين، شناتي عندي 3 كمان 15 6 12 15 ايه. هلا نورجيكم الأسلحة. الانفور أول شي نبدأ بالهاي، الانفور ما عندي كتير حلوين يعني. شوف مثل هاي أنا بحبها كتير، هاي البرتقالي. نجي على أكيام، أكيام أنا عندي 3. هاي عندي ماكس مع صناديقها مع كل شي، هذا ماكس، هذا السلاح اللي عندي الماكس أكيام. عندي هاي M16 عندي 2 مثل ما انتو شايفين. هذا الو الطاقم، طاقمه كمان معه، هذا هو الو. شوف يعني حتى شنطيته كمان، هيك بصير طاقم نظامي. نروح نورجيكم الأسلحة. نجي على M16، نجي على أوسكار، شوفوا كم أوسكار عندي. أوكي أم ورجيناكم إياها، أوسكار كروزا 2 أي 3 M7 هذا طبعا الموسم الأول، هذا موسم 11. وين نروح على بندقية قنص؟ كار عندي 4 مثل ما انتو شايفين، 1 2 3 وهي 4. عندي M24 1، عندي OM2، عندي هاي السلاح كمان أبيض وأسود. عندي لسه في كتير، عندي قناصات مثل هدول، هاي بتجي تلجية. أنا مستغرب أول مرة أشوفها، هي يعني هاي التلجية بتنزل بس لما بتقطن ما بتكون تلجي، بس هيك حاطين منظر. عندي هاي تمام كمان تبع موسم 11، هاي كمان موسم 8. عندي هاي أول مرة هاي سلاح عم شوف، هي نازل جديد تبع هذا الموسم. طبعا عندي أوزي
يعني ماشي عندي يو ام بي، عندي فيكتور 2 حلوين كتير. هاي بي شور عندي هذا امسك بيكسي ام ام 200 عفوا، انا حكيت انا يعني عدد، انتوا راح تقولوا شو هذا التعدد، هذا باللغة الهولندية. عندي دي بي مسدسات، عندي هاي حلوة بحبها كتير، عندي واحدة تانية يعني نجيبكم على هدول توا نحن نسميها، انتو شو بتسموه ما بعرف، مقلاية شو هو ما بعرف. هيك بكون نحن خلصنا الحلقة، وبتمنى انه عجبكم ايميل تبعي، وانا مشكور كل واحد شاف هذا الفيديو، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وزر تفعيل الجرس، وانتظروا منا كل شي جديد، ونحن بنحبك وانا بحبكم كتير كتير، وحنبقى نشوف مع بعض لسه اشياء كتير حلوين، وايام الجاي رح ورجيكم ايميل التاني اللي فيه انفور تالجي.